الموضوع عندنا من عبر الهاتف من الرياض الدكتور شوقي الشربجبي وكيل وزارة الصحة اليمنية. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. 700 ألف حالة إصابة بالكوليرا في اليمن، جهودكم للوصول إلى المصابين ويعني ما تقديركم للموقف مع وصول الأعداد إلى هذا العدد الكبير الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، شاكرين لكم تواصلكم واهتمامكم بمواضيع الكوليرا والصحة باليمن. بداية تصحيح المعلومة، ليس 700 ألف إصابة بالكوليرا، ولكن ما يقارب هذا العدد إصابة بالإسهالة المائية. فهناك فرق بين الإسهالة المائية والكوليرا. نعم، هذا بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية، 700 ألف حالة. نعم 700 يعني ما يقارب العدد، ليس دقيق لما فهمت من حضرتك، صحيح؟ نعم نعم، ولكن المعنى من منظمة الصحة العالمية إنها إسهالات مائية. نعم هناك كوليرا، ولكن العدد الذي ذكر هو إسهالات مائية بما فيها الكوليرا. نعم طيب، يعني هذه الحملة التي تحدثت عنها منظمة الصحة العالمية والتي تخطط لها ووصفت بالحرب على الكوليرا، يعني كيف يمكن تسهيل وصول هذه الحملة أو حملات مشابهة حتى قبل أن تبدأ إلى المناطق الأكثر تضررا، وما هي أيضا المناطق الأكثر تضررا في اليمن؟ بالبداية منظمة الصحة العالمية للتوضيح تم الشراكة معها منذ أكثر من عام، في العام الماضي بداية انتشار الكوليرا لفترة بسيطة ثم انحصرت، ثم بدأت من أبريل 2017، ونحن من ذلك الوقت إلى الآن نتعاون ونتشارك مع منظمة الصحة العالمية. نعم. بتمويل من كثير من الدول، منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج ممثلة في الإمارات والكويت وبقية دول الخليج. طيب، المشاريع التي وضعت لهذه المهمة ومكافحة الكوليرا في عموم محافظة الجمهورية، وتعهدت منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمنظمة الدولية بإيصال كل المعدات والمستلزمات والأدوية إلى كل محافظة الجمهورية، وتم تشكيل لجان وغرف عمليات مشتركة يعني تعاون مشترك ما بينكم وما بين المنظمة الصحة العالمية ومختلف المنظمات. المناطق الأكثر تضررا والتي تحتاج فعلا أن تبدأ منها الحملات باختصار لو سمحت. المناطق تتراوح بين مدينة وأخرى، لا نستطيع أن نقول محافظة دون أخرى، كون المحافظات البداية بدأت في أمانة العاصمة ثم انتقلت إلى محافظة أخرى، أقصد أمانة العاصمة صنعاء، ثم انتقلت إلى انتشرت، ليس انتقلت ولكن انتشرت في محافظات أخرى، ثم انحصرت شيئا ما في الأمانة العاصمة وانتشرت في الحديدة ثم انحصرت شيئا ما. فهو يعتمد على المكافحة وإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل لهذه، كل ما زادت المكافحة انحصر المرض وانتشر في المحافظات التي لا يصل إليها الدواء. نحن طبعا ندعو منظمة الصحة العالمية إلى وضع يعني كل ثقة لها في هذا الجانب، كونها قد استلمت المبالغ التي طلبتها لمكافحة هذا المرض، كون انتشاره سوف يؤدي إلى أضرار في اليمن وأيضا الدول المجاورة. شكرا لك على هذه المداخلة الدكتور شوقي الشرجبي وكيل وزارة الصحة اليمنية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك.